محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية. لا، هو كان حريق محدود في احدى الغرف الموجوده في الدور الخامس في الاخير بالوزاره، وبسبب مس كهربائي بسيط ونتج عنه تصاعد بعض الادخنه، فعلى الفور تم استدعاء المطافي وتم السيطره على هذه الادخنه، والحمد لله لا توجد احتراق او اختناقات او اصابات. وكان والحمد لله والوزير تواجد في مكتبه واستمر في اجتماعاته، والموظفين كانوا موجودين في مكاتبهم، الحمد لله ما فيش اي مشكله خالص باذن حضرتك. ما فيش اي احتراق، ده كان سوء بس كهربائي بسيط، والحمد لله تم السيطره عليه، والموظفين بيتواجدوا في مكاتبهم، المواطنين بيترددوا على الوزاره لانهاء بعض الاجراءات الخاصه بهم، الوزير موجود في مكتبه بيتابع الاسواق، بيتابع المخابز السلع التموينيه، فالحمد لله دولاب العمل في الوزاره مشي طبيعي جدا. احنا بعدنا بيان لكل وسائل الاعلام بنقول ان في ده مسك كهربائي بسيط وادى لتصاعد بعض الادخنه، والحمد لله تم السيطره عليه.